البنات بيجامات ب 30 درهم، بيجامه بصدف اليوم البنات غير 30 درهم. البنات اليوم بيجامات 30 درهم البنات، هما هادو الجديده البنات، هما هاد البيجامات. هذا هو اخر مداخل في البيجامه، شوفوا معايا الموديل كي داير البنات. موديلات اليوم في البيجامه شي حاجه طوب، اخر مخارج في هاد الوقيته ديال الخريف للبيجامات البنات، هادو شي حاجه طوب وشي حاجه جديده لوينات ابتداء البنات. البنات اليوم كاينه حتى بيجامه تاع الرجال تا هما البنات، هادو 130 درهم وفيهم جوج الالوان. البنات موديلات 3 بياس الجديد في المبرا البنات، في 3 بياس شوفوا معايا الموديلات والموديل كلهم موديل ما تيشبه موديل، موديل اخر البنات فيه الشبيكه حتى في ومية. دائما في الجديده البنات بيجامه اخرى عاوتاني شكل اخر ستيل جديد، شوفوا معايا. وسهلا متابعي قناه العثمانيات، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا البنات الفيديو اللي كنا رمينا من المحل اللي كيتواجد في درب السلطان كنلقى سي حسان، واليوم رجعت ان شاء الله باش ندير لكم الجديد منه. يعني دابا ان شاء الله البيجامات ديال الخريف ديال فصل الخريف ديال هاد لا سيزون هادي، ودائما السولد غنبداو ان شاء الله كيف العاده 30 درهم. المحل البنات كيتواجد في درب السلطان ياك، درب السلطان ساحة صراغنا، يعني ساحة صراغنا كتبقى هنا السينما الملكية ياك، الطلعة ديال السينما الملكية هي هذه، والمحل بيلا دونا كاين الأول وكاين الثاني. الأول هو المحل الكبير ديال الجملة البنات، كيديروا الجملة وكيديروا التقسيط، يعني ما شاء الله منين تجيو هادو البنات كلهم. هاد البيجامات هنا 70 درهم، بيجامات هنا 80 درهم، وكاينين برا حتى 50 درهم وحتى 30 درهم وحتى 40 درهم. بغيت نوريكم غير تبارك الله ما شاء الله الكميه اللي كاينه ديال البيجامات، واليوم غادي نصور معكم الجديد، يعني هذا الشيء كامل هنا. جيو نتوما وشوفوا الروسكم، شوفوا البيجامه كيفاش دايره، هذه ب 70 درهم شفتوا داك الكارو بحال دوك بيجامات الرجال تدارهم اي 70 درهم البنات، وفيهم اللوينات يعني باش نبقشش لكم هنا. كاين ما يدار جيو لراسكم واختاروا، انا غنصور لكم ان شاء الله الجديد وغادي نلبسوا لكم. كيف العاده ما تنساوناش غير في لايك وفي بارطاج باش الفائده تعم الجميع، ونبداو بالصلاه والسلام على الحبيب المصطفى باش دائما الله يبارك لنا في لا فيديو ديالنا، وانتم تذكروا صلوا على النبي ونبداو على بركه الله. السلام عليكم خويا احمد، لاباس عليك؟ بخير، امورك مزيان؟ مرحبا بيا لثاني مره عندكم انا والمتابعين ديالي، حيت كان فيديو صراحه زوين وما شاء الله ان شاء الله نكون على الخير، وسنرحبوا كاع الناس اللي كيجيو من عندك سنرحبوا بهم ان شاء الله. الله يكبر بك، الله يعطيك الخير. ونبداو كيف العاده البنات على بركه الله، وغادي نبداو ب 30 درهم اللي هما هادو البنات بيجامات، غنبدا لكم من هنا. اييه كسيوه هكا خفيفه ديال ديما، هادو البنات سولد ب 30 درهم، 30 درهم كلشي يلبس اييه، والثوب ديالها تي الاستيك تيتيري هكا تيتجبد هكا. كاين موديل اخر حتى هو تيجي كسيوه هكا قصيره، هذه فيها غير هذا اللون؟ لا فيها اللون هذا، لا هذه الاولى فيها غير هذا اللون، هذه فيها لون واحد. كاين هذا الموديل هذا حتى هو تيجي هكا في هذه العلامه هذه، تتجي كسيوه مينيا هكا، الظهر سامبل الظهر سامبل تيجي الظهر لون واحد، هذا هو اللون اللي تيكون اييه وهنا مزوق هادي. فيها الصفر، فيها الصفر والصفر اييه، وهذا اللون اللي ملبوس، وهذا الكحل البلومارين 30 درهم البنات ستوندار ستوندار. بيجاما البنات هذه حتى هي ب 30 درهم، بيجاما ديال الصدف نصكم ولا هكا نصكم البنات، والثوب داك الفيسكوس شتو وتيتيري فيها الجويب بالكول. بيجامه زوينه البنات ب 30 درهم، كلشي غيلبس بيجامه من 30 درهم. فيها هذا اللون هذا، وفيها هذا اللون، وفيها هذا السروال في مزوق في سواقه اخرى، وهنا فيه هاد لي غايور هكا، واللون اخر في حلو اللي ملبوس هو مفتوح عليه 30 درهم. هذه فيها لي طاي، فيها سمول حتى الاكس ال، فيها سمول والميديوم والاكس ال 30 درهم. ونشوفوا موديلات اخرين، موديلات اخرين البنات، ودائما 30 درهم. هادو بيجامات غنقولوا بقاو فيهم السمول والميديوم، الطايات صغار يعني البنات اللي كيلبسوا السمول هنيئا لكم. بيجامات 30 درهم، هادو ديال هاد لا سيزون اللي جايه ان شاء الله الخريف والبرد، و 30 درهم. اول موديل البنات هو هذا، تيجي السروال هكا مزوق، والسروال ديالهم كيجي
يعني ضغوا من التحت ما كيجيش عريض وما تيجيش كولون، شفتوا؟ وفيها هاد القطعه هذه هنا، هاد الشكيل هكا، وهادو فيهم اللوينات، فيهم هاد الغوز هذا وفيهم الكري، فيهم الاصفر ديالها وبالسروال الكري والصفر، وفيهم هاد الخضيضر هذا بيستاش وبهاد اللوين هذا والصفر. البنات حيت ما بانش مزيان ها نتوما فيه الكري والكحل، 30 درهم سمول والميديوم. الموديل الاخر حتى هو تيجي بيجاما ديال هاد لا سيزون هادي ديال الخريف ان شاء الله والبرد، تيجي هكا بالكم، هادي فيها صديفات شتو، والسروال تيجي هكا مزوق الموديل وفيه لوينات، فيه هاد الاحمر هذا دم الغزال، لوين السروال لوينات زوينين ترابي واللوين اللي ملبوس. 30 درهم تيلبسو السمول والميديوم البنات الرشيقات، بيجامات ب 30 درهم. موديل اخر حتى هو تيجي نفس لاكوب مزوق، مبدل غير الثوب، الزواقه ديال الثوب وهنا مبدل غير الزواقه ديال الثوب، بحال دابا هنايا موديل هكذا هاد الزواقه هادي، والموديل الاخر في زواق زواقه اخرى، و 30 درهم سمول ميديوم. فيه الغوز، الغوز انديان، فيه تا هو الموطارد، وفيه احمر دم الغزال، 30 درهم البنات، وكيلبسوا الميديوم والسمول. ندوز لكم الموديلات اخرين البنات، هادو تيجيو على شكل سيرفات، شتو هانتوما كتجي على شكل سيرفات، التريكو الفوقاني مقبوط، الكميمات وحتى الرجلين تا هما شتو فيهم باندا، كتجي هكا على شكل سيرفات. وهادو البنات 50 درهم وستوندار، هادو ب 1000 ريال وستوندار. ونشوفوا اللوينات اللي في هذا الموديل، في هذا الاسود هذا بالاحمر والكري، فيه البوردو بالزرق حتى هو والبيج، فيه مرتديله، فيه الكري بالغوز، وفيه مرتديله فرونسي على ديك اللوله اللي شفنا، حتى على خويا احمد ها نتوما شفتوا هادي الفرق في اللون. البنات اللي بغات شي حاجه دير سكرين، نعاود نذكركم تيبيعوا بالجمله وبالتقسيط. البنات اللي خارج كازا بغيتي تبداي المشروع ديالك مرحبا بك، هادي هي الفرصه، جبت لكم محل اللي تيبيعوا الجمله والتقسيط في درب السلطان. الموديل الاخر اللي تيجي هكا في هاد ميمي هذا، سمح لي حتى هو فيه هنايا هاد القطعه تتلبسها هي شكل سيرفات. البنات هادي مبره، هادي مبره الخفيفه دابا ديال هاد الوقت هذا ان شاء الله، شفتوا حيت هادي موريت لكم الشتوب ديالها، والاستيك هادي كتاخذ الفورمه ديال السيده، كتاخذ الفورمه ديال السيده. شوفوا معايا هاد الموديل، نفس الموديل كيتبدل غير الثوب واللون، هادي الشويبي وفيها الغوز وفيها البلومارين، 1000 ريال وتيلبسوا ستوندار 50 درهم. الموديل الثالث هو هذا، تيجي هكا هاد الشكل، حتى هو موديل ديال سيرفات مقبوطه من هنا دائما المبره، ومن هنايا شفتوا ها هما، و 50 درهم. والالوان اللي فيها، فيها داك الصفيفر، فيها مرتديله، فيها الشيبي، فيها هاد الغوز هذا، وفيها السيال الفونسي هذا بحال بلومارين، اييه هذا مفتوح وهذا مغلوق، و 50 درهم وكل شيء يلبس. موديل اخر البنات، الموديل اللي شفنا الاول كان مقبوط على شكل سورفيت، هذا تيجي كولون بودي كولون، شتو تيجي من هنايا هكا طلق من هنا، اييه بودي كولون هادو على هذا الشكل، حتى هما ب 50 درهم، تما 50 اييه، ومبره حتى هما مبره، ديك المبره رطبه وفي نفس الوقت الاستيك، اييه الاستيك، فيها هذا اللون هذا الكري بهذا الميمي بالاصفر، كيتبدل غير داك غير هاد الوريده ديال الميمي، بابيون كاينه في الصفر، كاينه في الاحمر، الازرق، الغوز، الغوز والشيبي، الشيبي. البنات الجمله ثمن اخر، يعني هذا الثمن تنقولوا ثمن ديال التقسيط، الجمله راه ثمن ناقص. موديل اخر كيبدل غير الثوب، نفس الموديل بودي كولون، هادو دائما مبره اللي تتيري الى هكا تتجبد الاستيك، وهذا فيه هذا الاحمر اللي ملبوس دم الغزال، فيه السومو وفيه هذا مرتديله فونسي هادي، وفيه الكري 50 درهم ستوندار، هادو ستوندار. وكاين البنات حتى هاد البودي هذا، ماشي بودي، دي باردوغ بالشورت ديالو بالموبرا، هذا اونسومبل هكا حتى هو بالموبرا على هاد الشكل، فيه هاد الدونتيل هذا حتى هو اليوم 50 درهم،
وفيه الكحل، فيه الكحل نوار. ها هو النواغ ديالو، وكاينه مبره سامبل ومبره هكا ما غتبانش لكم في الكحل. كاينين قطيفه أيه. بحال شكل قطيفه اييه، هذه كتجات بحال هكا، وهذه اللي بحال اللي من البوسه رطبه يعني اييه سامبل. وكاينه هذيك اللي فيها بحال قطيفه، عندنا الازرق بلومارين، عندنا الترابي، عندنا الاسود، عندنا الموطارد، وعندنا هذا السومو. السومو وهذو فيهم لي طاي، هادو فيهم نيطاني اليوم ال اكس ال حتى للدوبل، حتى للدوبل. هادي فيها من الميديوم البنات حتى للدوبل وب 50 درهم. ونشوفوا موديل اخر ان شاء الله. دائما في بودي كولون، ودائما اليوم تنصور لكم يعني البيجامات ولا الحويجات اللي غيخدموا في هاد لا سيزون اللي جايه. كاين هاد الموديل هذا معروف بالنجمه، تيجي بودي كولون وفي نفس الوقت كيجي مقبوط، شفتوا يعني تيجي على شكل هذا، على شكل سيرفات يعني الكول داير، الكميمات مقبوطين حتى في الرجلين. هذا تيجي على شكل سورفيت. هذا هادو دايرين 60 درهم، هادو 60 درهم، والمبره ديالهم حتى هي الاستيك. هذيك هذه مرايه اييه. دابا غنبداو نشوفوا عاوتاني المبره، فيها الاسود وفيه السومو، فيه الترابي والبلومارين. 60 درهم ستوندار. ستوندار هذا بودي كولون، هذا اوكي بودي كولون. هذا حتى هو مبرا مع جلابه، مع جلابه مع كميسات اييه، حتى هما 60 درهم. وفي هذا اللون فيه السومو، حتى هو فيه الخزي ومرتديله وستوندار. دائما البنات في بودي كولون كاين موديل اخر، هذا التوب ديالو رائع البنات، شوفوا يعني الاستيك. هذا تلبسوا حتى الدبيديبات ديالي لبسوا، لانه تيتيري بزاف، والتوب ديالو في شكل اخر. شفتوا كيفاش كيجي فيه واحد الدونطيل هنايا في الكولون، هاد الشبيكه هادي، وفيه حتى في الكم، وهنا جيت الصدر على هذا الشكل هكا يبان لكم. شفتوا هادو البنات 70 درهم، ولكن التوب ديالهم رائع. هادو توبهم زوين، شفتوا هادو التوب ديالهم غزال، وكاينين في الكحل. شوفوا الكحل ديالهم يعني نفس التوب تقريبا، هذا حتى هو توبهم الاستيك وتيتيري هكا زوين. هادو تيلبسوا الكرون طاي البنات، جي بي تتعني هي الكرون طاي. هاد الموديل فيه الكحل اللي شفنا من البوس، فيه مرتديله، فيه السومو، وفيه البيض. 70 درهم تيلبس الكرون طاي والبتي طاي، يعني حيت غادي ياخذ حتى هو الفورما ديال السيده. هاد الموديل البنات اللي فيه هاد الشبيكه هادي، فيه هاد المرتديله اللي ملبوسه، فيه البلو مارين، وفيه البلون كاسي والباج. والباج هادو يزيد فيهم واحد الدونطيل هنايا، شفتوا هادو الكول داير، وهادو يزيد فيهم الدونطيل اييه. يبغى شي حاجه البنات دير سكرين، تيديروا لا ليفغيزون في كازا وفي خارج كازا، وتيحلوا طيله الاسبوع. تيسدوا غير الجمعه في الصباح، واحد المتابعه قالت لي مشيت ثلاثه ولقيتهم سادين، راه سولتهم ما تيسدوا حتى شي نهار من غير يوم الجمعه في الصباح، ورا الظهر مع ديك ثلاثه كيكونوا حالين. بيجامات البنات هادو فيهم البتي طاي حتى الكات اكس ال. بيجامات هادو ان شاء الله غيبقاو لنا ب 80 درهم سولد. دائما مبره هادي تجي، التريكو ديالها تيجي هكا طويل، والسروال ديالها مبره. شفتوا الموديل كيفاش داير، وتتلبس حتى الكات اكس ال، فيها من الميديوم ياك من الميديوم حتى الكات اكس ال. فيها حتى الكات اكس ال، حنا من بتينا غير الدوبل ولا الاكس ال؟ لا تكون الدوبل اطروع. شتو فيها حتى الكات اكس ال وب 80 درهم اليوم ان شاء الله. كات اكس ال ب 80 درهم، فيها الوان، فيها الاحمر، فيها الكري، السروال تيمشي في نفس اللون، السروال تيمشي في نفس اللون. فيها هذا الغوز، هذا فيها نفس اللون، هذه نفس اللون اللي ملبوس، وفيها كري، لان فيها لي طايات صغار وفيها طايات كبار، فيها ثلاثه الوان، فيها هذا اللون وفيها الغوز وفيها الكري، فيها ثلاثه الوانات. تلكات اكس ال ب 80 درهم. وندوزو الموديل هذا الشكل، هذا هذه بالعوينات البنات، حتى هي صول 80 درهم، فيها هاد العوينات هنايا في هاد البلاصه، وفيها هنايا في الصدر، وهادو فيهم الجياب. هذه تجي سورفات بالكميمات مقبوطين، وبالرجلين تا هما فيهم الكميمات الباندا تا هما، وهنايا الباندا، يعني تجي هكا على شكل سورفات اييه. 80 درهم
والوان، فيها داك البيستاش، وفيها السومو، فيها المرتديلا فونسي، وفيها البلو مارين، وفيها الغوز. ولي طاي من الميديوم، هادو ميديوم حتى الاكس ال، من الميديوم حتى الاكس ال. موديل اخر هو هذا، هذا تيجي الفوقاني فيه هاد الرماج مبرته هو بالكري. وهاد الموديل ها كيفاش داير، حتى هي بالجيابه البنات، حتى هي باندا في التريكو، باندا في الكميمات، باندا في السروال، باش كتجي على شكل سيرفات مقبوطه. و 80 درهم حتى هي، فيها من الميديوم حتى الدوبل اكس ال. وفيها الالوان، فيها الكري، فيها البوردو بالبلو مارين، فيها الغوز سروال اسود، وفيها الزيتي سروال كحل. 80 درهم، ومن 80 درهم من الميديوم حتى الدوبل اكس ال، وكل شيء يلبس بيجامه. ندوزو ان شاء الله ل 100 درهم. اول موديل هو هذا البنات، سيرفات على هذا الشكل، هادو بالسلسله ميليتير، هي المينيتير. هادو البنات غير سولد، دابا انا كنوريكم غير في السولد، عاد ندخل ان شاء الله في الجديد. شفتوا هادي فيها قلنا من الميديوم حتى الاكس ال، ولكن بانت لي تتلبس. شوفوا تيجي شوفوا هنايا فيها الجياب اكس ال، يلا تلبس دوبل اكس ال، فيها غير هذا اللون. هذا اللون واحد فيها غير هذا اللون، مينيتير من الميديوم حتى الاكس ال، ولكن تتلبس. كاين موديل اخر اللي هو هذا بيجاما، اييه هذا موديل جديد، هذا من الموديلات الجداد البنات. كيجي على الشكل سروال محليه، كيكون هكا يعني ماشي مقبوط، وبيجاما هكا طويله مطلوقه، وهنا اللي فيها هذه الباندا هذه الشكل مبرا في هذا الديزاين. وفيها الالوان، هذا الكري نواغ دي ملبوس، وفيها السومو بالماغو، وفيها الشويبي مع البلو مارين. 100 درهم فيهم من الميديوم حتى الاكس ال، حتى هما لا هذه ما فيهاش الدوبل، فيها الدوبل اكس ال البنات. هذه 100 درهم. وكاين موديل اخر اللي هو هذا، حتى هو 100 درهم. هذه اللي ملبوسه البنات غير الميديوم، راه فيها حتى الدوبل، هذه غير الميديوم، وتبارك الله راه لبسات المانكان. شفتوا وفيها الاحمر، فيها البلو مارين، وفيها الاصفر. 100 درهم من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. ونشوفوا موديلات اخرى ان شاء الله. غادي ان شاء الله ندوز لكم الجديد، الموديلات ديال هاد الخريف. هادو الجديده البنات، هي بيجاما على هذا الشكل مبرا، مرايه هذه كتسمى ياك المرايه، وفيها هاد الطريزه هنا، وهابطين حتى هنا في الكتاف. شفتوا والسروال فيه هاد مورد هكا، وتشوب المبرة، ديك المبرة زوينة البنات. هذا هو الجديد في البيجامات ان شاء الله، غادي نبداو بهم دابا. فيها هاد اللون هذا، شفتوا، وفيها الخضر ملكي، وفيها الموتارد. هادو 120 درهم من الميديوم حتى الدوبل اكس ال. شفتوا الجديد البنات هو هذا. موديل اخر بيجامة ديال الصدف، حتى هي التوب هذا مبرة البنات، ومبرة إلاستيك يعني تتيري، وفيها هاد اللون، يعني بيجامة صدف هذا بلو مارين، بلو مارين، شتو كيبان بحال الكحل بهذا الدوغي هذا. البيجامة ديال الصدف راها غنية عن التعريف، فيها هاد اللون بلو مارين بداك الدوغي، وفيها المرتديلة بالدوغي، وفيها الكرونة بالدوغي، حتى هي من الميديوم حتى الدوبل اكس ال. دوبل اكس ال هو اللي ملبسين البنات اياه المانكان، و 120 درهم. نشوفوا الموديل الثالث اللي هو هذا، حتى هو من الجديد، مبرا قطيفه، هذه ستي ديالها تجي مقبوطه. شوف بالجياب بحال سيرفات، اييه، وفيها واحد الدونتيل هنايا في الصدر، تيجي على هذا الشكل هكا، وفيها اللوينات. هادي ملبسين نتوما هنا غير الميديوم، غير الميديوم، وفيها الكري، وفيها البلو مارين، حتى هي من الميديوم حتى للدوبل، حتى للدوبل اكس ال، و 120 درهم. ونشوفوا الجديد في البيجامه ديال هذا الخريف ان شاء الله. موديل اخر البنات، هذا موديل تيجي على شكل هكا، فحال شكل بينوار جابادور،
بيجاما جابادور بينوار يعني عندها الحزام ديالها تلبسيها بوحدها بكورون وتلبسيها مع لبسه ديالها، يعني تجي على هذا الشكل و120 درهم مبرة شفتوا، وبالحزام وبالصديفات 120 من الميديوم حتى هو حتى الدوبل. هادو من اكس ال حتى ل 4 اكس ال، هادو من اكس ال حتى ل 4 اكس ال من طايه. اييه هادي طايات كبارين وفيهم هاد الحمر هذا بالكري، فيهم الغوز بالكري وفيهم البلو مارين بالشويبي. اييه و 120 درهم فيهم من الاكس ال حتى ل 3 اكس ال 120 درهم. موديل اخر بيجاما ديال صدف وتجي فيها الشبيكه لتحت الدونتيل هنا، قطيفه مبرا. اييه قطيفه مبرا وحتى هنا صدف حتى هو ملبس بالاسود، وهاد الشبيكه كاينه في الكميمات وكاينه في الرجلين وكاينه هنا في هاد الجيب هذا، وهادي اللي ملبسينها هي دوبل، هادي دوبل اكس ال، دوبل اكس ال فيها هاد البلو بلو بترولي هو فيها الزيتي وفيها الاحمر دم الغزال. 120 درهم من الميديوم هادو حتى لدوبل اكس ال. الموديل الثالث البنات هو هذا مبرة الخفيفة هادي، شفتوا تجي بيجاما فيها جويبات هكا بالكابيشو هادي بالقب، والقب فيه هاد الودينات هادو هكا، والكميمات تا هما داخل فيهم البلو مارين، والسروال تيجي ضغوة، والفصالة ديال التريكو ديال البيجاما تيجي داير، تيجي اوفال هاك. اييه شفتوا تيجي داير هكا بحال شكل قوي ميجا، و 120 درهم ومن الميديوم حتى للدوبل اكس ال، وفيها داك الغوز بالبلو مارين، وفيها هاد السومو بالكري، وفيها هاد الترابي بالاورانج شفتوا، هادي حتى هي لونها زوين. و 120 درهم من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، وكلشي يلبس اخر ما دخلت في البيجامه. موديلات اخرين، موديل هكا كيجي حتى هو بحال حتى هو كيجي على شكل سيرفات شتو، شوما باش ندير لكم حتى هي مقبوطه من هنا، هادي التوب ديالها بحال هذا توب سيرفيت ياك، قطن بالجيب حتى هي، الكميمات مقبوطين فيها باندا حتى هنا مقبوطه، والسروال فيه دوك جوج طبعات وتا هو اييه شتو. 120 درهم، 120 درهم لي طاي اللي فيها ميديوم لارج اكس لارج، ميديوم لارج اكس لارج، هادي فيها من الميديوم حتى الاكس ال، وفيها هذا اللون هذا هذا الماغو، وفيها الكريف طبعه اخرى نفس الموديل. اييه شفتوا اييه الكري وهذا اللون 120 درهم. موديل اخر البنات حتى هو كيجي على هذا الشكل، المبره ديالو حتى هي مبره الخفيفه، اييه هنا مونطوني وفيهم هاد الصديفات بدوك الرسومات، هذه حتى هي كتجي شكل ديالها سيرفات مقبوطه. اييه وفيها يعني السروال تيجي هذا التريكو تيجي قصير، التريكو ديالها قصير اييه تيجي قصير. 120 درهم هادو من ايطاي ميديوم حتى لدوبل، هادو من الميديوم حتى لدوبل اكس ال، وفيها هاد الابيض بالبلو مارين، وفيها الكري كيبقى ديما ابيض والكري وهاد الخضيضر هذا. 120 درهم من الميديوم حتى لدوبل اكس ال. ان شاء الله الموديلات 130. اول موديل البنات هو هذا ديال موبرا قطيفه، تجي بيجاما بصدف في هذا اللون، هذا لون جين ولا بلو جين، وتجيب فيها الطريزه هذه شفتوا يا كيفاش كتجي. لي طاي اللي فيها ميديوم اكس، ميديوم لارج اكس لارج دوبل، نقولوا من الميديوم حتى لدوبل اكس ال البنات، فيها هذا الشويبي هذا ولا هذا الازرق بلو جين، وفيها الزيتي وفيها المرتديله، هادو 130 درهم من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. ونشوفوا موديل اخر، هادو هما البنات من موديلات جداد ديال 130. شوفوا معايا الموديل هذا حتى هو كيجي على شكل سيرفات بالمبرا، هانتوما المبرا ديالو حتى هي مبرا خفيفه وكتيري، وفيه فيه الجياب في القبطة حتى هو مقبوط من التحت، وفيه هاد القطعة هادي بالبلو مارين هذا الغوج بغيك شتو، وفيه هاد اللون هذا أحمر دم الغزال بالضبط البنات، وفيه البلو مارين وفيه الغوز من الميديوم حتى لدوبل إكس إل البنات، من الميديوم حتى لدوبل إكس إل، وهادو 130 درهم.
وكاين موديل حتى هو تيتلبس بيجامة على شكل سيرفات حتى هو مقبوط وفيه دوك قلوبات. اييه هكا ومقبوط حتى هو من هنايا هذا البلومايون الاحمر حتى هي هكا. هذا ما فيش الجياب السروال تجي سامبل هكا حتى هي 130 في هاد البلومارين فيها الشيبي كتمشي كلها بالاحمر. هذا الشيبي والاحمر فيها الكري والاحمر والبلومارين اللي ملبوس 130 حتى هما من الميديوم حتى الدوبل اكس ال. كاين موديل اخر هادو بيجامات الكرون طاي هادي بيجاما جابادور كرون طاي 130 درهم تتجي بالكولون كتبدا من اكس ال حتى 4 اكس ال من اكس ال حتى 4 اكس ال هادو فيهم حتى 4 اكس ال البنات هادو الكرون طاي. اييه شوف العرض ديالها تتجي بالكولون على شكل جابادور في هاد القصبي هذا وفيها البلومارين وفيها مرتديله 130 درهم من الميديوم حتى الكات من اكس ال من اكس ال حتى 4 اكس ال وكل شيء يلبس. ونشوفوا موديلات اخرى موديلات اخرى البنات الجديد عاوتاني وشي حاجه الطوب. هادو شوفوا معايا الموديل هذه بيجامه على شكل سيرفيت حتى هي وبهذا الرسوم هذا هاد السبع هذا مصور هنا طروات دي يعني باغي يخرج مع هاد الثوب هو مزوق منه ومبره هذه ديك المبره رطبه تنقولوا مبره زبده. وهنا في هذه القبطه الثوب فيه اصلا هو واحد البريون شفتوا فيها الجيب حتى هي هذه بيجامه عاوتاني شي حاجه الطوب. هادو 140 درهم البنات اخر ما خارج في بيجامه دابا 140 درهم وفيها هاد البلو بيترولي هذا بالاصفر دوغي وفيها الكحل وفيها البوردو ثلاثه تلوينات من الميديوم حتى الدوبل اكس ال و 140 درهم. موديل اخر حتى هو في الجديده البنات هو هذا حتى هو مبرا ومبرا ديك المبرا الرطبه هذه ممكن نقول لكم مبرا الرطبه عرفوا ديك المبرا اللي كتكون حريريه بهاد الرسوم هنا في الصدر ورسوم في الرجل التحت البنات ومقبوطه حتى هي على شكل سيرفات 140 درهم من الميديوم حتى الدوبل اكس ال وفيها الاحمر وفيها البلو مارين وفيها هذا الكري وفيها الكري مفتوح ثلاثه تلوينات 140 درهم من الميديوم حتى للدوبل. الموديل الثالث البنات هو بيجامه على شكل سيرفيت والمبره زوينه البنات الرطبه شفتوا وفيها هذا الديزاين هذا هكا وفي نفس الموديل في الرجيلات بجوج هذه غاده بالغوز والكحل وهذه غاده بنفس التريكو ما تيتبدلش كيتبدل غير السروال الغوج بريك والمرتديله والغوز من الميديوم حتى للدوبل حتى هما و 140 درهم. دائما في الجديده البنات بيجامه اخرى عاوتاني شكل اخر ستيل جديد شتو معايا المبره ديال هادو جاب يلا بحال تخوات دي هاد الرسومات كي باينين شتو الموديل كيفاش داير المبره ديك كنقولوا مبره الزبده ديك الرطبه تجي شكل حتى هي سيرفات مبره الخفيفه هادي مقبوطه مرايا شتو وفيها هاد اللون هذا وفيها المرتديله وفيها السومو 140 درهم من الميديوم حتى للدوبل. هذه البنات اللي ملبوسه دابا الال يعني الال هما قال لي تيجيو هكا كيتلبسوا هاو تيتلبسوا كيتلبسوا لاصقين هي بيجامه ديال صدف البنات حنا حاولنا نمشيو لكم بالاثمنه تدريجيا. هذه حتى هي مبره هي من بعد كتبان فحال الثوب هذه مبره حتى هي مبره خفيفه مبره مرايا جات في هذا الستيل هذا دائما 140 من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. هذه اللي ملبوسه الدوبل البنات هذه الدوبل في هذا الاخضر هذا وفيها الاسود وفيها البوردو اللي بغات شي حاجه البنات دير سكرين ماغو هات من بعد كتبان لي انا في الكاميرا تتبان بوردو هذا مارو البنات اللي بغات شي حاجه دير سكرين توصل مع الارقام اللي مكتوبين في الشاشه. ندوزو ان شاء الله للبيجامه طويله ستيل جديد عاوتاني هذه حتى هي مبره ومبره ثقيله هذه شتو وداخل فيها هاد الدونتيل هذا هنايا في الكميمات وهنا في الصدر في هاد الشكل هذا ولي طاي اللي في هاد الموديل ميديوم حتى للدوبل من الميديوم حتى للدوبل اكس ال فيها البوردو وفيها الكري وفيها الباج بالماغو و 140 درهم وكل شيء يلبس الجديد في البيجامه. ونشوفوا موديلات اخرى البنات غادي ندوز لكم ان شاء الله لتروا بياس اللي تيجيو على هكا على الشكل مبره مرايه هذه شتو اول موديل البنات هو هكا تيجي دي باردور هكا بالسروال ديالو
والديباردور كيجي فيه هاد هكا هاد السورجي هنايا، وتيجي بالدونتيل تحت. شو البنات هادو هانتوما، دايز هنا واحد البيي وهاد الطريزه هنايا، هادي 170 درهم، فيها من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، فيها هاد المرتديله بالكحل وفيها الكري. الكحل ديما تيبقى الكحل، اييه الكري تاخذ معاه الكري. وهذا الموف، فيها الموف وفيها المرتديله وفيها الكري، 170 درهم من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. الموديل التالي الثاني موبرا قطيفه، شفتوا عن قرب البنات، كيجي البودي هكا دي باردور هكا بالشبيكه من هنايا، السروال كيجي دغوا وفيها الشبيكه من الظهر، فيها الشبيكه من هنا والشبيكه من الظهر، نوريكم شو كيفاش كتجي من الظهر. هادي حتى هي 170 درهم من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، وفيها اللوينات وفيها الشبيكه حتى في الكميمات، حتى الكميمات فيهم الشبيكه، وفيها هذا الاحمر هذا، وفيها البلو بيترولي، وفيها داك الزيتي. الموديل الثالث البنات حتى هو تيجي مبرى وكيجي فيه الدونتي في هكا، شوفوا هنا نقرب لكم شفتوا، وهنايا في صدر ديباردور ديالو حتى هو فيه هاد الدونتيل هذا، ومن هنا وفي الكميمات 170 درهم من الميديوم حتى للدوبل، في هذا الاخضر ملكي هذا، وفيها البلو مارين، وفيها الماغو النوار هذاك، فيها الكحل وفيها الماغو، وفيها هذا الاخضر ملكي 170 درهم لدو بياس، وموديلات جداد ان شاء الله وكل شيء طوب. موديل اخر البنات هادو تيجيو بيجاما ديال صدف وكتجي طويله، يعني جابادور في هذا الشكل هذا بالجياب، والبينوار بغيتي تلبسيها شكل بينوار، بغيتي تحيدي الحزام كيبقى لك انت الاختيار، تجي طويله على هذا الشكل جابادور شفتوا، وديك المبران اييه المبران مزيانه. هادو البنات فيها حتى هي اربعه الالوان، فيها البلو مارين بالشويبي، فيها السومو بالكري، فيها الكري بالبوردو، وفيها الترابي بالباج، 170 درهم، فيها حتى 3 اكس ال، فيها حتى 4 اكس ال، دونك هادي من الاكس ال حتى 4 اكس ال 170 درهم، وكاين هاد الشكل هذا، جابادور، حتى هي جابادور، والمبرة ديالها الزواق منها، شفتوا؟ محفرة، أييه الزواق منها محفرة، فيها هاد القطعة هادي هنايا، وفيها هاد الدونتيل، وجابادور كلبس، وبالجيب حتى هي، شفتوا؟ وفيها هذا الدونتيل حتى هو هنايا في الكميمات. والوان هذا البنات مرتديله فونسي مع الاضاءه، وفيها الكري وفيها البوردو، حتى هما فيهم حتى الميديوم حتى الدوبل، هذه فيها غير من الميديوم حتى الدوبل 170 درهم، 170 درهم. واحد الموديل يلاه جا البنات بيجاما ديال صدف، هادو ساتان، شوفوا معايا اييه التوب ديالهم ساتان، ها هو كيفاش جات هكا، شفتوا الشكل ديالها، يلاه كيدخلوا اي هادو يلاه كيجاو دابا حنا كنصوروا هما يجيو، ها كيفاش كتجي من البوسه في ال اي هذا ساتان داك المزيان، شفتوا شوفوا السروال خويا احمد كيتلبسوا طول العام هادو، ما عندهم اي ما عندهمش وقت هادو، شوفوا السروال ديالها كيفاش جا، ها انتم السروال ديالها، ولي طاي اللي جاو فيهم ميديوم لارج اكس لارج، الميديوم حتى الاكس ال، فيها الغوز خمسه الالوان، فيها البلو مارين، فيها البيض، وفيها الكحل، وفيها البوردو اللي شفنا، نفس الموديل غير مبدل في الثوب، تيجي حتى هو على هذا الشكل، هذا سروال فيه هكا مورد جويب حتى هو، شوفوا معايا 170 درهم حتى هو من الميديوم حتى الاكس ال، هذا الموديل فيه الزرق، فيه الكحل، وفيه البوردو، و 170 درهم. البنات كاينين حتى هاد شوميزات هادو حتى هما بستة، وكاين الموديل كيجي على هاد الشكل، تيجي فيه 3 بياس، كيجي الشورت ودي باردور ديالو والبينوار، تيجي بحال هكا ملبوس شفتو، وفيه هذا هاد الكحل لي ملبوس هنا هو هذا بالغوز، وفيه الابيض بالكحل، وفيه العكس الغوز بالكحل، هادو 150 حتى هما من الميديوم حتى الاكس ال. كاين موديل اخر تيجي دو بياس على هاد الشكل، تيجي بينوار وتيجي الديباردور ديالو طويل، ولا كيجي شوميز دو بياس، ها كيفاش كيجي ملبوس،
هانتوما شفتوا هذا حتى هو 150 درهم من الميديوم حتى الاكس ال، فيه السومو وفيه الغوز فيه الكحل وفيه البوردو وفيه البيض. البوردو هو اللي ملبوس هنا البنات، هو هذا. كاين الموديل الاخر فيه 4 بياس، فيه شورت وفيه ديباردور وفيه البينوار اللي هو هكا تيجي على هذا الشكل شفتوا، بالسروال فيه الشورت وفيه السروال تيجي 4 بياس. هادو 200 درهم، هادو ب 4000 ريال. فيه البيض وفيه البوردو وفيه الاحمر وفيه الغوز، كيجي 4 بياس شورت وسروال والديباردور ديالو. البنات كاينه حتى البيجامه ديال الرجال حتى هي، شوفوا معايا مبرا حتى هما، شوفوا ديك المبرا زوينه ثقيله، كنقول لكم الغليظه ماشي غليظه ولكن مبرا وازنه. في هاد القطعه هادي بحال اللي في السروال هنا وفي هنايا، لي طاي اللي فيهم هادو ميديوم حتى للدوبل، من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، وفيها ثلاثه ديال الالوان، فيها هاد اللون هذا هاد الشيبي وفيها شيبي فونسي وفيها البوردو. ها انتم الشيبي ديالها فونسي وفيها البوردو، ها هو. هادو 180 180 درهم من الدوبل، من الاكس ا، من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. كاين موديل اخر حتى هو مبرا، هادو 150 درهم. البنات هادو بيجامه ديال الطريس معروفه، البيجامه ديال الطريس هادي في البلو مارين وفيها السروال في الكري، الكري مفتوح شفتوا، وبالجياب. هادو 150 حتى هما من الميديوم حتى للدوبل، والالوان اللي فيها حتى هي فيها البلو مارين، فيها الخضر الكري بالبيض العكس اييه، وفيها الخضر الخزي بالكري. 150 من الميديوم حتى للدوبل اكس ال. موديل اخر في بيجامه درجال البنات حتى هو تيجي على هذا الشكل. هادوك المبرا شفناهم مطلوقين، وهادو فيهم هاد الباندا هادي هنايا منهم، هادو قطن، هادو شوفوا التوب ديالهم من هنا سخانين شفتوا التوب ديالهم، كيجي فيه هاد لي غيور بحال هكا، والسروال ديالو تيجي اني تيجي سامبل. هادو دايرين 170 حتى هما من الميديوم حتى للدوبل اكس ال، وفيهم اللوينات حتى الاكس ال ما فيهاش الدوبل، هادو من الميديوم تيلبسوا. دونك نقولوا المرأة طاي زايده شوفوا الالوان اللي فيهم، فيهم هاد التخكوه اللي حليت لكم، فيهم هاد الكري بالكحل، وفيهم هاد الخضر بالزيتي، وفيهم هذا الازرق بالتخكوه، و 170 درهم من الميديوم حتى الاكس ال. وكاين موديل اخر لبسناه لكم، هذا ديال القطن حتى هو كيجي على هذا الشكل هكا، نشوفوا عن قرب. هو هذا، هادو ديال القطن الثوب ديالهم هذا خفيف، ثوب ديال القطن واخا كيفاش كيجي، ومقبوطين من التحت. هانتوما الثوب كيفاش داير، هذا قطن خفيف مقبوط السروال، مقبوط السروال من التحت. هانتوما كيفاش كتجي من البوسه شتو البنات. هادو 130 درهم، هادي بيجامه درجال ب 130 درهم. لي طاي اللي فيها كاين نفس لي طاي، ميديوم حتى للدوبل، هادو من الميديوم حتى للدوبل، كيتبدل غير هذاك هنا، وكيتبدل غير هاد هاد البلاصه هادي، وهنايا هنا فيه الكري وكاين اللي فيه الاحمر، صافي فيه جوج الوان، فيه جوج الوان 130 درهم وكلشي لبس. البنات الفيديو ديال اليوم سالا، نتمنى ان شاء الله الجوله اللي كنا درنا معكم اليوم تعجبكم، من بيلا دونا المحل اللي كيتواجد في درب السلطانه البنات، ساحه صراغنا، ساحه صراغنا الطلعه ديال السينما الملكيه. ما تنساوناش في لايك وفي بارطاج، لا ليفريزون في كازا وفي خارج كازا. وبسلامه عليكم، الفيديو جاي ان شاء الله. بسلامه عليكم وشكرا، الله يعاونكم ان شاء الله، نكونوا عند حسن الظن الجميع، وتنرحبوا بكل الناس اللي تعرفوا عنا ان شاء الله، تنرحبوا بهم. شكرا، بارك الله فيك، بسلام عليكم. بالنسبه لعنوان البنات، انا في شارع الفيدا درب السلطان، الطريق ديال الترام، يعني الترام ساحه صراغنا شفتوا، غادي نمشيو نيشان مع هذا الطريق ديال الترام حتى الاول دخله ديال ساحه صراغنا اللي تتدي للسينما الملكيه. ما نقدروش نطلعوا بالطوموبيل تما، كتعرفوا كيكونوا الفراشه الى اخره. ها نتوما البنات كاين هاد ستوب اللي جا في الطرام، غادي يهبط في محطه الفيدا، لان المحطه ها هي هنا، والطلعه شتو مقهى افريقيا هي هادي، هادي هي الدخله اللي كتدخل للسينما الملكيه، ودخلوا